أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم إسقاط الجنين إذا كان في الشهر الأول؟ نعم، ما حكم إسقاط الجنين إذا كان في الشهر الأول مع ملاحظة أن هذه المرأة مطلقة، وسبب الإسقاط هو أن يكون مصير هذا الطفل الموت؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إسقاط الحمل. الحمل مطلوب، وربما يكون هذا الحمل فيه خير للأم وللمسلمين، وما يكون فيه خير للإسلام والمسلمين، والحمل مطلوب. لا يجوز الزهد في الحمل، لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر الأطباء، قرر الأطباء أن بقاء الحمل فيه خطر على حياة الأم، فهنا يسقط الحمل. إذا قرر الأطباء أن بقاء هذا الحمل فيه خطر على حياة الأم فإنها لا يسقط. أما أنها تسقطه كراهية للحمل أو كراهية للأولاد أو خوفا أنه يضيع، ما يضيع الله مخلوق أبدا، ما يضيع الله مخلوق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم أحسن الظن بالله عز وجل. وربما يكون هذا الحامل خير لوالدته وخير لأقاربه وخير للمسلمين. نعم.